السلام عليكم ورحمة الله، سنكون معكم في جولة مع مجاهدي جيش الإسلام وجند دمشق بعد السيطرة على عدة أبنية تبعد فقط 500 متر عن ساحة العباسيين مركز العاصمة دمشق بعد المعارك الأخيرة التي أطلق عليها السوار اسم كسر الأسوار، وكانت فعلا كسر أسوار العاصمة دمشق والسيطرة على عدة مباني تحمل أهمية وطابع استراتيجي. هذه المعارك مستمرة من اليوم الجمعة الماضي وحتى اليوم وحتى هذه اللحظات المعارك مستمرة، والثوار يسيطرون أبنية جديدة واستراتيجية. وسيكون معنا هناك لقاءات ضمن هذه الجولة مع قادة ميدانيين والمتحدث الرسمي باسم جيش الإسلام. سنقوم الآن بجولة على النقاط. طبعا جبهة جوبر والعباسيين هي من أقوى الجبهات وأشدها عنفا في بلد. السلام عليكم. كيف حالك؟ تحكي لنا شوي عن المعركة التي قمتم بها، أسوار كسروا الأسوار في اقتحام السور العباسيين في دمشق. الحمد لله تم بعون الله تعالى تنزيل بنايات الشبيحة. نعم الحمد لله تم بعون الله تعالى كان ذخيرة ورصاص. طيب لقيتوا هيك مقاومة من الجيش ولا استطعتوا أن يعني بسهولة انكم تفوتوا على هاي الابنية تقضحموها؟ والله فضل من الله باسهل الحارات فتنا، بس انه عندما دخلتوا دخلنا بلشوا الهزاوي الحمد لله. نعم. يعني انهزموا لحالهم؟ انهزموا لحالهم الحمد لله، بس طبعا بعد التفجير فات اكثر من 46 واحد. نعم تحت الابنية الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله يقويكم يا رب. الله يبارك. شو شعوركم هلا وانتم مقدمين على معركة دخول دمشق؟ الحمد لله باسم الله نحن مستمرين الى دخول دمشق. الحمد لله على الدنيا. الله يقويكم يا رب. الله يبارك فيك يا رب. الى النقطة الثانية. هذه إحدى النقاط المطلة على الأبنية القريبة من ساحة العباسيين وتطل مباشرة على جبل قاسيون. صور براء جبل قاسيون. فنحن الآن على أبواب دمشق، نسأل الله عز وجل أن يمكننا ومع أخونا المجاهد. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. كيف الوضع؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله، فضل الله علينا واخذنا على البنايات. الحمد لله. الحمد لله. سبع طيب بنايات. كيف نلاحظ قوة هذا النظام وقوة هؤلاء المقاتلين؟ بإذن الله. هل هم يعني مستندين على هذه النقاط أم تراجعوا وتقهقروا؟ بإذن الله نحن مسيطرين على الوضع بإذن الله. نعم. جايين بإذن الله على العاصمة العباسية. إن شاء الله إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله تفضل. بهالكم يوم بدنا ناخذ فرق جوية بإذن الله. إن شاء الله. هاي الناس تفضل. تفضل. هذه إحدى النقاط المرابطين عليها، طبعا يظهر جبل قاسيون بصورة واضحة من هنا. الله أكبر الله أكبر. هذه دمشق، نحن على أبوابك انتظرينا.